لفترات كابتن احمد الكاس في حياته الكرويه، لحظه الصعود بقى للفريق الاول في نادي الاولمبي، مين الاول واحد رشحك للدرجه الاولى؟ الله يرحمه برضه كابتن فتحي النحاس. كابتن فتحي النحاس طلعني بس ما لعبتش لان كان جسمي صغير، فما كنتش ومش واخد على الاحمال دي. بعد منها كابتن بورا الله يرحمه لما مسك الفرقه لعبت فريق اول، ده يعني فرصتك اكبر بقى. لعبت موسم 83 84 دوري ممتاز، كان ايامها كان عندي 17 او 18 سنه. بدري لعبت بدري. انا لعبت صغير يعني يعني عكس الناس كلها، يعني انا لعبت حوالي 17 سنه في النادي الاولمبي. والحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا. يعني فاكر اول ماتش لعبته مع النادي الاولمبي؟ انا فاكر اول طبعا يعني لعبت في الدوره الصيفيه هنا ضد كان الكابتن جوهري، كابتن بوريا الله يرحمه، كان قايل لي انزل عشان امسك الله يرحمه كابتن حماده في الاسماعيلي. كان لعيب جامد جدا جدا جدا. بس ازاي كابتن بوري مسك احمد الكاسل؟ الموهبه هو اللي ينزل يمسك، ده المفروض هو اللي بيتمسك. لا ما انت ساعتها مش موهبه، انت لسه عيل صغير في وسط مجموعه كوكبه كبيره جدا من تاريخ النادي الاولمبي. كانت حلوه الدوره الصيفيه دي. كانت الدوره الصيفيه على طول بتتعمل باستمرار. كان نوع من التنشيط، وكان نوع من الناس اللي هي مثلا كانت بتيجي بالصيف او سياحه، وناس تيجي تتفرج على ماتشات بالليل، فكان كانت جميله يعني. فدي كانت البدايه. لكن انا فاكر كويس جدا اول جون جبته في البلاستيك، مش ناسيه يعني، ده مش قادر انساه. لان كسبنا كان جه ازاي؟ والله كان كابتن عادل مقصود عملها لي، وهي جايه رحت شيطها فبالشمال، حتى يعني كنت بلعب في نص الملعب فحطيتها بالشمال، ف ربنا راحت جون. فكسبنا حتى الماتش ده، فمش يعني متذكره كويس قوي يعني. طيب واحنا بنتكلم عن الدرجه الاولى والنادي الاولمبي، في ثلاث ارقام قياسيين لكابتن احمد الكاس لما يكون واحد في نادي الاولمبي وبينافس على هداف الدوري. ده مش بينافس سنة واحدة بس، لا ده احنا بنتكلم في ثلاث سنين.